من القاهرة أم الدنيا، من ست الدنيا بيروت، حلقات خاصة من بيروت مع الإعلامي محمد الخشاب، ويشاركه من بيروت الإعلامية اللبنانية كريستال سعادة، عن لبنان والثورة، عن السياحة. اليوم إذا بقلكن في 80% تراجع في القطاع السياحي. عن الفن، عن الناس. ببيت ببيت مثل ما شاف العدو الإسرائيلي شاف كمان الفساد. عن المرأة وحقوقها. اليوم بدنا نقبل إنه في نساء بيعبروا عن حالهم بطرق مختلفة. الجسر.